نروح للأهلي. الأهلي طبعا عنده مباراة كمان كام ساعة مهمة جدا جدا مع يانج أفريكانز في ختام دور المجموعات. طبعا حد هيقول لي دلوقتي لا ده ماتش تحصيل حاصل بعد الأهلي، طبعا الأهلي تأهل بشكل رسمي. أقول لك إنه لا، ده ماتش على صدارة المجموعة المرة دي، والأهلي بقاله فترة يعني ما بيطلعش في الصدارة وبيطلع بس في المركز الثاني. وبصراحة عايز أقول لكم يعني يمكن المركز الثاني ده كان وش السعد على الأهلي، يمكن خد البطولة في أكتر من مرة وهو المركز الثاني في مجموعته. عاوز اقول لكم برضو على قائمه الاهلي ان شاء الله، قائمه الاهلي امام يانج افريكانز بكره ان شاء الله. في حراسه المرمى مصطفى شوبير، حمزه علاء، مصطفى مخلوف، خط الدفاع محمد عبد المنعم جاهز بعد الاصابه، رامي ربيعه، محمد هاني، اكرم توفيق، علي معلول، كريم الدبيس، خط الوسط مروان عطيه، امام عاشور، عمرو السوليه، كوكا، مجدي قفشه، حسين الشحات، بيرسي تاو، كريم فؤاد، رضا سليم، وطاهر محمد طاهر. في الهجوم انتوني مودست وسام ابو علي. وبكده يكون كهربا بره الماتش. واضح كده ان ازمته لسه مع كولر، يعني نقدر نقول انها مش هتطول قوي، ولكنها يعني تقدر تقول انها قرصه ودن. كل التوفيق للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا اللي اصبح ممثل مصر الوحيد في البطوله طبعا بعد ما خرج بيراميدز. حاجة أخيرة بس في الأهلي، ومفاجأة بصراحة، لأنه كولر يعني قرر أنه مش عايز يجدد لعلي معلول. خلاص يمكن دي أو ده آخر موسم لعلي معلول، خاصة كمان بعد ما رجع محمد شكري من سيراميكا كليوباترا. وكولر يمكن شايف أنه مش يعني علي معلول ممكن ما يقدمش حاجة تانية، مش هيقدم حاجة جديدة للأهلي، مش هيقدر يستفاد منه أو بالشكل الأفضل. فمن الأفضل انه ما يتمش التجديد له مره ثانيه.